بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل معكم ونحن دائما نتواصل مع هذه الانطلاقات الممتعة والجميلة على أرضية هذا الميدان. شوطنا 19 خصص جعدان محليات الأصايل، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس. أذهب إلى الصدارة، أذهب إلى المركز الأول مياس لو عبد الله بن خميس بن محمد بن عمر الشامسي، وفي المركز التواصل. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز الحاضر والمتابع هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة. المركز الثاني شاهين لغانم بن سالم بن دغيش أو بن دعيفس الخاطري، وفي المركز الثالث هناك جلمود لمحمد بن مبارك بن عامر الزرعي، وفي المركز الرابع هنا يأتي في هذه اللحظات صوع وحميد بن أحمد بن حارب المهيري، وثامن المراكز اللي في المركز الثامن ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي في المركز الثامن هناك من الجانب الآخر الأشعار المزروعي أيضا حاضر مع ثامن المراكز، وهذه اللحظات الجميلة. ولكن هو الوسمي لحمد بن سالم بن حضع الشريفي، وفي المركز السادس أيضا أتى وحل المرعب لمحمد عبد الله بن سيف بن عبد الله بن غرير، وثامن المراكز ما شاء الله مخلاب وسعيد بن أحمد بن سعيد بن حلو، وتاسع المراكز هناك الخليجي وفهد بن يابر بن سعد المرسان الهاجري، وعاشر المراكز ما شاء الله مشعل عبد الله بن احمد العود الرميثي. التواصل مستمعينا الأعزاء، وشوطنا 19 الذي خصص الجعدان المحليات الأصايل، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والوسمي لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي، وفي المركز الثالث أو ثاني المراكز مياس عبد الله بن خميس بن عمر الشامسي، وفي المركز الرابع مخلاب سعيد بن أحمد بن حلوة، وخامس المراكز شاهين وعلم بن سالم الخاطري، وفي المركز الخامس ما شاء الله تبارك الرحمن صوع وحميد بن أحمد بن حارب المهيري حاضر أيضا مع هذه الانطلاقات الجميلة. هكذا كانت نتيجتنا أيها الأخوة للمراكز، بعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله للمراكز كاملة مكملة. يا سلام الشريفي، الشريفي ما شاء الله المسيطر على مقدمة هذا الشوط مع الوسمي، الوسمي الوسمي حمد بن سالم بن هضع الشريفي من يقدم الوسمي على المركز الأول، بينما اللي في المركز الثاني هناك مياس عبد الله بن خميس بن محمد بن عمرو الشامسي، ثالثا مخلاب وسعيد بن أحمد بن حلوة، المركز الرابع هناك من الجانب الآخر من الجانب الآخر شاهين لسيد سالم أو غانم بن سالم من دعيفس الخاطري. هكذا كانت هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. الشريفي الشريفي يا سلام اللي مسيطر على المركز الأول مع الوسمي حمد بن سالم بن هضعة الشريفي. يا سلام اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، تهانينا والناموس بهذا الانطلاق الجميل
والمميزين خلاص توصل للمركز الثاني مستمعينا الاعزاء للسيد غانم بن سالم الخاطري، وفي المركز الثالث هناك لعبد الله بن خميس الشامسي، وفي المركز الرابع الحميد بن احمد بن حارون المهيري 6 دقائق 3 ثواني 84 جزء من الثاني تانينا والناموس.